أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، وستشاهدون في هذه الحلقة: العمراني روح اليمن، 100 عام من العلم والمعرفة لم تشفع له من صلف الميليشيا، وأيضا تستمر الأيادي البيضاء في العطاء، وأيضا العالم يمنح براءة اختراع بمجال الطاقة الشمسية لمخترع من بلد ما زال يغرق بالظلام، وتعز تتجمل رغم ما تواجهه من قبح، وفي ألت شيفت الدراما اليمنية وارتباطها بشهر رمضان. أما في ديليت صورني وأنا أعمل خير وأتصدق، وأخيرا في تاتش هل أضعت شيئا من أغراضك ولا تجده؟ الآن يمكنك الاتصال به لتعرف مكانه. كيف ذلك؟ تابعونا لتعرفوا. خلونا نبدأ الحلقة. العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني إحدى الشخصيات اليمنية القليلة التي يجمع اليمنيين جميعا على حبها واحترامها لما لها من منزلة علمية ودينية رفيعة بصفته أحد أكبر المراجع الدينية صاحب الفكر التجديدي. القاضي العمراني لطالما مثل تيار الوسطية والاعتدال بين جميع المذاهب، وعرف بنزاهته وزهده في الحياة وابتعاده عن الصراع السياسي في كافة مراحله. العمراني الذي يناهز عمره 100 عام، وحتى 100 عام وكل هذه المنزلة والمكانة الدينية والمجتمعية لم تشفع له من همجية الميليشيا وصلفها. من أهم ما تداوله الناشطون هذا الأسبوع هو ما حدث مع القاضي العمراني، حيث تناقل الكثير صور تظهر العمراني وهو جالس في مسجد الزبيري الذي يقيم فيه حلقات العلم لطلابه، وتحيطه مجموعة من عناصر الميليشيا بينهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد والقيادي حسن زيد، وهم يقفون أمامه بشكل غير لائق. وبحسب ما تداوله الناس والصور أنهم ذهبوا ليطلبوا منه التنازل عن مكتبته التي وضعوها تحت حراستهم منذ عام كامل. هذا الموقف أثار سخط الكثير، وكتب الكثير تحت هاشتاج العمراني روح اليمن، كما تشاهدون هنا الكثير تفاعل على هذا الهاشتاج وكتب حول الموضوع بطرق مختلفة. هذه هي الصور التي تناقلها الناشطون هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي كما قلنا لكم، وهي تظهر القاضي العمراني بهذا الوضع الذي لا يليق بمكانته وعلمه وما يمثله بالنسبة للمجتمع دينيا وعلميا ومعرفيا. اخترنا لكم بعض هذه المنشورات التي تفاعل بها الناس عبر هذا الهاشتاج ومع هذا الموضوع، ونبدأ بمنشور للصحفي صادق الشويع الذي كتب عن الموضوع: في حضرة الشيخ العمراني تشخص الأبصار إلا أبصار الشياطين، وتصمت الألسنة إلا ألسنة السفهاء. هو آخر المراجع المعتبرة للمذهب الزيدي، وأكثر العلماء اعتدالا وتحيزا للدين لا لغيره. عندما ينال منه ومن علمه ومذهبه مثل هؤلاء السفهاء، فهم يريدون إنهاء ما تبقى من اعتدال لدى المذهب الزيدي. منشور آخر للصحفي غمدان اليوسفي كتب فيه على ذات الموضوع، علق غمدان: لا يختلف اثنان حول عقلانية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني وقربه من كل قلوب اليمنيين بكل مشاربهم وعدم تدخله في السياسة. جاءت جماعة الموت التي لم يسلم من أذيتها أحد، وسيطرت على مكتبته الضخمة والتي تحوي نفائس الكتب. منذ عام أحال أعداء الكتاب ذلك المنهل الفكري إلى مقيل مكتظ بأوساخ المسلحين دون أي اعتبار لقدر القاضي ولا لقدر الكتاب. زار صالح الصماد وحسن زيد القاضي في مسجده قبل أسبوعين وأبلغوا
أنه سيتم تأميم المكتبة لأنها تحوي كتب داعشية. يراد لنا أن نقرأ طيفا واحدا وهو ملازم القرآن الناطق وما عداه داعشية. السلف الميليشياوي له أوجه عدة منها الاختطاف والإخفاء، ورغم مرور أكثر من سنة على اختطاف مجموعة من زملائنا الصحفيين إلا أن الأمل باقي بالإفراج عنهم وعودتهم لأسرهم، وما زالت التحركات متواصلة. نشوف منشور الصحفي محمد الجماعي الذي كتب على الموضوع، كتب: صحفيون يمنيون يوقعون عريضة النداء الأخير للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين، ويقيمون مأدبة عشاء خصصوا فيها مائدة رمزية للصحفيين المختطفين. هذه هي صور الفعالية التي أقاموها بعض الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائنا المختطفين. وبموازاة كل هذا الصلف، إلا أن الصورة ليست قاتمة كليا، ما زال هنالك بصيص ضوء يشع بين الحين والآخر ليعيد لنا الأمل بأن غدا سيكون أفضل بإذن الله. ومن ضمن من يحافظون على بصيص الضوء هذا الأيادي البيضاء الشبابية التي تعمل بلا ملل في كل مكان تقريبا، وخصوصا بهذا الشهر الفضيل. هذه الأيام أكثر ما يعيد التفاؤل بمواقع التواصل الاجتماعي على المنشورات التي تتحدث عن أعمال الخير التي يقوم بها الشباب، سواء على مستوى المؤسسات والمبادرات أو حتى الأفراد. نحن هنا في كيبورد نحاول قدر المستطاع أن نعرض لكم بعض النماذج في كل حلقة، وبحلقة اليوم اخترنا لكم مجموعة. نبدأ من تعز ومنشور الناشط أكرم الشوافي الذي نقل نشاط فريق حبي لها هذا الأسبوع، والذي قام بزيارة بعض مواقع المقاومة. نشوف منشور أكرم ماذا كتب عن الموضوع. أكرم قام بمشاركة بعض الصور في صفحته وكتب عليها: لأنها تعز ولأن حبها يجري في دمائنا، فريق حبي لها ومع الأجواء الماطرة يزور عدة مواقع ويصلون اليوم إلى خطوط التماس. تبت الإريال في محيط جبل هان ومنطقة الجبالي وعقاقة، جوار حدائق الصالح والسجن المركزي ومنطقة المريحة والجراجر وشارع 30 ووادي حنش في الجبهة الغربية. هذه هي المناطق التي قاموا بزيارتها، والآن خلونا نشوف مجموعة من الصور لهذه الزيارة نتابع. كما يقول المثل: علمني أصطاد خيرا من أن تطعمني سمكة. وفق هذا المبدأ يعمل بعض الشباب والمبادرات، ومنها فريق همة التطوعي الذي أطلق مشروع متميز لجمع تبرعات، وبدلا من تسليمها للمحتاجين فلوس أو مواد غذائية يقوم بعمل لهم مشاريع صغيرة تساعدهم على إعالة أنفسهم وأسرتهم. الناشطة نسيبة المخلافي إحدى أعضاء الفريق نقلت صورة نشاطهم الأخير عبر منشور بصفحتها. نشوف نسيبة ماذا كتبت. نسيبة كتبت: في أجواء رمضان يكون للعطاء طعم آخر. بحمد الله أنجز أعضاء فريق همة مشروع متميز ضمن مشاريع 100 ريال يمني شهريا لأم أيتام، وكان المشروع عبارة عن فتح بقالة مواد غذائية لأحد أولادها، بحيث
بحيث تكفل الشباب بشراء التخشيبة وتركيبها وشراء الطاقة الشمسية، وتكفل البنات بالإشراف وشراء بضاعة الدكان من مواد غذائية ومنظفات، بحيث يكون المشروع انطلاقة للأسرة ودفعة قوية لتصبح معتمدة على نفسها غير محتاجة للناس. فكرة مشروع 100 ريال هي جمع 100 ريال شهرياً من كل مشترك في المشروع وإقامة مشاريع لأسر فقيرة بحيث تصبح منتجة معتمدة على نفسها. وهذه هي صور المشروع الذي قاموا بعمله لأحد أمهات الشهداء. ولأن الشباب هم عصب الحياة وقلبها النابض، فهم من يطببون جراحاتها، وكيف لو كانت أمهم؟ اليمن أمنا الكبيرة وتعز أم أبنائها القريبة المجروحة، لهذا يحاول تطبيبها بما استطاعوا، وهذا الأسبوع خرج أبنائها ليجملوها ويزيلون من على روحها المتعبة غبار المعارك والخذلان والقهر. نشوف بعض صور هذا النشاط والتي تناقلها الكثير من المرتادي مواقع التواصل هذا الأسبوع. أجملهم شباب مبادرة جميعنا تعز، لكم ألف شكر وتحية، ولكل الشباب الذين يقدمون ما بوسعهم لمحاولة إصلاح ما دمره الكبار من السياسة. ومن هذه المؤسسات أيضا التي تحاول تقديم هذه الأعمال مؤسسة نحن هنا التي تتوالى في أنشطتها بتعز. ومن هذه الأنشطة قيامهم بعمل عيادة طبية مجانية وتقديم خدمات طبية بالمجان يوميا للمئات من سكان تعز، كما تشاهدون هنا في هذه الصور التي قامت صفحة المؤسسة بمشاركتها وكتابة بعض المعلومات حول لها صور الإقبال على العيادة. ولكن كما يقولون أنهم يعانون من نقص الأدوية ويفتقرون للأدوية التي تساعدهم على إكمال واجبهم، ويطالبون بإمدادهم فقط بالأدوية ليتمكنوا من إكمال خدماتهم. نتمنى من الجهات المعنية بتقديم هذا النوع من الدعم لهم، سواء مؤسسات حكومية أو حتى خيرية أو إغاثية، والالتفات لهم ومساعدتهم في هذا العمل الكبير الذي يقومون به كأقل واجب وأقل دعم يقدم لهؤلاء الشباب. كما ترون هنا في هذه الصور إقبال كبير على هذه العيادات لأنها بالمجان، والناس لم يعدوا يستطيعوا أن يذهبوا للمستشفيات لأنها أغلقت بسبب الحرب والقصف والحصار، ولا يملكون حتى المال ليدفعوا مقابل أن يتلقون لهذه الخدمات الطبية. وهذا مشروع عظيم أن يقوموا بفتح عيادة بالمجان لتقديم الخدمات الطبية لأناس يسكنون في مدينة محاصرة وتقصف يوميا. نتمنى فعلا التفاعل مع هذا المشروع ودعمهم فقط بالأدوية ليتمكنوا من إكمال المشروع ومن تقديم الخدمات لهؤلاء الناس. ننتقل الآن إلى موضوع آخر تناقله الناشطون هذا الأسبوع، وهو حصول مخترع يمني على براءة اختراع في مجال الطاقة الشمسية. إنه اليمني مروان ذمرين. نشوف منشور الدكتور وديع العزعزي ماذا كتب عن الموضوع. الدكتور وديع كتب: بمثل هؤلاء تفخر اليمن ونفاخر نحن بهم،
هذه ثالث براءة اختراع ينالها العالم اليمني الدكتور مروان دمرين في أبحاث وصناعة الطاقة الشمسية، بينما اليمن غارق في الظلام منذ عام ونصف وتحكمه ميليشيات الزوامل. الدكتور مروان عضو جمعية علماء ما بعد الدكتوراه في اليابان، وهو حاليا رئيس وحدة أبحاث الطاقة الشمسية في شركة توبول الألومنيوم، واحدة من الشركات اليابانية العملاقة، وهو قبل هذه وتلك ابن تعز الصامدة. الكثير من الناشطين تناقلوا هذا الخبر بالكثير من الفرح والسعادة، والمضحك والمبكي إن العالم يمنح براءة اختراع للطاقة الشمسية لمخترع من بلد ما زال يعيش في ظلام دامس كأيام الجاهلية. بالحلقة السابقة تحدثنا معكم عن موضوع ارتباط رمضان بظاهرة التبذير، وهذا الأسبوع تناقل البعض مقطع فيديو يتحدث عن ذات الموضوع ولكن بشكل مفجع. خلونا نتابع. شفتم حجم الكارثة، يعني ما يبذره ويرموه من الطعام في الدول العربية في شهر رمضان فقط يكفي لإطعام كل الجوع حول العالم لمدة عام. بهذا نكون نختتم هذه الفقرة، نروح الآن لفاصل قصير ونعود لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد، ونكمل وإياكم فقرات البرنامج وإلى فقرة التشيفت. الدراما اليمنية وارتباطها برمضان، لماذا لا نرى الأعمال الدرامية اليمنية والمسلسلات إلا في شهر رمضان فقط؟ وما هو تقييمك كمشاهد يمني لهذه الأعمال؟ هل ترقى لمنافسة الأعمال الدرامية العربية الأخرى؟ وهل تعكس الوضع اليمني وتناقش قضايا أم أنها تغرد خارج السرب؟ كان هذا هو موضوع حلقتنا لليوم، ونستعرض الآن أبرز تعليقاتكم وتفاعلكم مع الموضوع. ونبدأ بتعليق صديق البرنامج محمد الزمر، شكرا يا محمد لتفاعلك الدائم معنا، ونتمنى أن تكون مع جميع أحبائك بألف خير. محمد كتب: لم تلمس الدراما اليمنية في شهر رمضان هذا العام هموم الناس بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي راح ضحيتها الآلاف، وتشردت مئات الأسر، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية لدى ملايين الأسر، وراحت الدراما بعيدا عن نقل معاناة أبناء الوطن، ولم ترقى ولا حتى 10% من الدراما العربية. كان هذا هو رأي محمد. رأي آخر لعز الدين الحياني، عز الدين أيضا من المتفاعلين مع البرنامج، شكرا لك يا عز الدين. كتب: أولا بسبب الدعم وعدم الاهتمام بهم من قبل أصحاب من لهم سلطة عليهم، ولذلك هنا من عمل مسلسل أي عمل درامي أحيانا يتعرض للمساءلة وملاحقة أمنية في بعض الأحيان، أما تقييمي يصل إلى درجات جيدة لكنها بعيدة عن مستوى الدراما العربية مع تطورها نوعا ما في السنوات الأخيرة، وأما معالجتها للقضايا
فإنها تحاول أن توصل الرسالة المطلوبة منها بقدر الإمكان، لكنها لا تمتلك الأموال الكافية لتنفيذها وأيضا الحرية الكاملة. تعليق آخر لأبو أنس السلماني الذي كتبه: الدراما اليمنية مواهب وإبداع وتميز وتألق، بحاجة إلى مزيد من الدعم والرعاية والاهتمام والتطوير والصقل، وهي غالبا ما تناقش الواقع ومعاناة الناس حسب إمكانياتها المحدودة التي جعلتها لا ترقى إلى مستوى الدراما العربية ولا تظهر إلا في شهر رمضان فقط، وهذا العام تلامس الواقع بصورة احترافية ساخرة مقبولة بسبب الضغوطات وكبت الحريات من قبل الميليشيات. إذن الكثير أجمع على أن الموضوع متعلق بالإمكانيات وبسبب عدم وجود الحرية المتاحة للتعبير بشكل أكبر. وأحد أصدقاء البرنامج أيضا شارك عن طريق مقطع فيديو، نشوف صديق البرنامج عبد الرزاق. الدراما اليمنية لم ترتقي إلى مستوى الدراما العربية، لما هو السبب؟ هل هي الإمكانيات المادية المتاحة، خاصة أن القنوات اليمنية كلها إما بتمويل شخصي وذاتي أو بتمويل أحزاب أو جهات معينة؟ هذا الشيء. الشيء الآخر ربما أنه يعني السبب أن الدراما اليمنية لم ترتقي إلى مستوى الدراما العربية، وأيضا بسبب السيناريست أو السيناريو الكتابة. بالنسبة للممثلين، نحن نمتلك ممثلين يصلون إلى مستوى ممثلين عالميين وليس فقط عربيين، لكن ما ينقص الدراما اليمنية والسيناريو والإمكانيات المادية قبل الإمكانيات الأخرى. شكرا لك إسماعيل على تفاعلك معنا، ونتمنى منك الاستمرار في ذلك. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية وإلى فقرة ديليت. ديليت هذا الأسبوع للنفاق والرياء. تخيل واحد يعمل مشروع إفطار صائم وعدو ياريته من جيبه، يعني من جيب فاعل خير، ويستأجر مصور عشان يصور ويوثق لحظة ما يوزع للمحتاجين شوية أرز بأكياس. خلونا نشوف الصورة. كما تابعتم الصورة، كان هنالك سهم على المصور، الكاميرا احترافية، يعني المبلغ المدفوع للمصور فقط ليوثق شوية رز أكيد أكثر من قيمة الأرز الذي يتم توزيعه. مثل هذا الخير الله غني عنه، هؤلاء ليسوا بحاجة لخيرك هذا، حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، ما كذا قد العالم كله بيعلم ويعمل لك لايك وكمان تعليق، لكن تعليق يقول لك إن الله غني عن خيرك هذا. نروح لفقرتنا الأخيرة. من منا لم يضع شيء من حاجياته ولم يستطع العثور عليه، وتمنى وقتها لو أنه يستطيع أن يعمل لها رنة أو يتصلها عشان يعرف مكانها؟ كان بالنسبة لنا شيء خيالي، ولكن الآن أصبح واقع وبإمكانك فعل ذلك. تابعوا هذا التقرير. هل حدث أن أضعت مفاتيحك أو حتى محفظتك أو هاتفك النقال؟ هل قضيت وقت طويل للبحث عنهم أو عن أشياء ضرورية أخرى في حياتك أضعتها ولم تدري أين تكون؟ هل أهدرت الكثير من الوقت والجهد وحتى الأعصاب في عملية البحث المرهقة تلك؟ لا تقلقوا، بعد اليوم فالعلماء وجدوا حلا لهذه المشكلة وابتكروا مربع صغير اسمه Not Find 3. يمكنك بواسطته تلقي نغمة تحذيرية تخبرك بما نسيت قبل مغادرتك المنزل. فقط ضع إحداها على المحفظة وآخر على المفتاح أو أي أغراض أخرى تخشى نسيانها. وبفضل خدمة البلوتوث ستلتبط هذه الأجهزة بهاتفك، وما أن تبتعد عن أحد أغراضك الهامة مسافة لا يمكن فيها التقاط الإشارة فإن هاتفك سينبهك بها، كما يمكنك أن تطلب إيجاده من خلال رنة.
ويمكن أيضا تعقب مكان أغراضك التي قمت بنسيانها بمكان ما عن طريق خارطة للعثور عليها في الحال. وبهذا وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، أتمنى أن نكون قد وفقنا بها، وننتظر تفاعلكم معنا عبر البرنامج ورابط الصفحة أسفل الشاشة. بالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من منتجة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، فكونوا بخير، إلى اللقاء.